السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت تقارير إعلامية عن تسريبات أولية تخص قائمة المنتخب الوطني الجزائري التي أعدها الناخب الوطني جمال بلماضي، والتي تخص تربص شهر مارس 2023 لمباراتي النيجر ذهابا وإيابا. وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري مبارتين له أمام منتخب النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا. ومن المرتقب أن تشهد قائمة المنتخب الوطني الجزائري المعنية بتربص مارس العديد من المفاجآت. وإليكم قائمة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة لمبارتي النيجر. في حراسة المرمى مندريا وزغبا غندوز، في الدفاع عيسى ماندي، بلعيد، توغاي، أحمد طوبا، مهدي ليريس، رايان ايت نوري جديد القائمة، ورامي بن سبعيني. في وسط الميدان رامي الزروقي بالإضافة إلى اسماعيل بن ناصر، بالإضافة إلى جديد القائمة حسام عوار، نبيل بن طالب وهشام بوداوي وقادري وميريزيك. أما فيما يخص الهجوم رياض محرز، بلال إبراهيمي، بالإضافة إلى يوسف بليلي وسعد بن رحمة وفارس شعيبي وأندي ديلور وبغداد بنجاح وعمورة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.